احنا برنامج اسمه ماكش وحدك. التونسي ما هوش وحده، التونسي للتونسي رحمة، التونسي يقف مع التونسي، التونسي مديده للتونسي، التونسي يعاون التونسي. بالاخص اليوم عودة مدرسية، وتعرف انت الشارج نتاع العودة المدرسية، اليوم عودة مدرسية قداش تتكلف على الولاية، فحبينا نعاونوا التلامذة على العودة المدرسية. اللي نجم يعاون بكرات، اللي نجم يعاون التابليت، اللي نجم يعاون بأدوات مدرسية، اللي نجم يعاون بحوايج. من السنة الأولى للسنة التاسعة، اختار اللي تحب. ناري اختار اللي تحب. ما نعطيك كتر. ليه؟ هي كتر للسمحة. وحدك ولا ماكش وحدك؟ لا يا معنا كلي ولاد احنا تو ثلاثة. اي ماكش وحدك انت؟ لا مانيش وحدي. التونسي ما هوش وحده. كلنا مانيش وحدنا، ديما مع بعضنا لسه كل مالمومين. التونسي كي تخسر مش وحده. لا لا معاه الناس هكا ولا ايه؟ واحنا تو في غصرة. تعودة مدرسية يا وخي. الحمد لله رب العالمين. قول لي سيدي. نحب نعطيك زوز كعبة، زوز ساكادويات، ثلاث ساكادويات. نحب نجيب. نحبش نظلم عليك نحب نجيب. كان تحب اشري لي بهم أي قطعة نتاع عودة مدرسية. أنا ما نفخش الفلوس، اشري لي أنت اللي تحب. كعبة كعبة مجدي كعبة زوز ثلاثة معاد المحل يبارك لهذه المرأة وزيد مولا المحل عمرو بحاجة أخرين. ميرسي 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 مرحبا بخليك وماكش ماكش مانيش وحدي مرحبا يبارك لك كانت عاملة أخرى كانت تعالى سنة هذيا هذه سنة سادسة بالي ما ندخل قلت لهم ميدو ناس مليح الحمد لله بالحق الحمد لله على ربي حرام الحمد لله ربي مخيبنيش يا ربي مش قلت لكم راهو ميدو سمحة طلع ميدو سمحة قلت لكم هذوما لا ربي عايش تبارك الله تبارك الله على الأقل مشو دينا عامرة مشو دينا عامرة ومن واضحة ما شاء الله هذوما بوديين نتاع ولادك يبارك لك هذوما مريول هذوما مريول هذوما سيدي كيما القاصرين يعيش ربي يخليك تبارك الله ان شاء الله ديما فما الخير يا رب وان شاء الله ديما التونسي ما هوش ديما ان شاء الله يا ربي فما الرحمه في قلوبنا ان شاء الله يا رب الناس الكل تعاون بعض تبلي يعطي الصحه مواطنا فاتنا قالت ما توريونيش احنا برنامج ماكش وحده لا لا ولا لا لا هي لا نعرف اللي هي ما قلتش ليه والله حدنا ليه يا مدام والله حدنا ليه في العوده المدرسيه قالت لي ليه ليه يا مدام ان شاء الله روحك ليه يا عايشة ربي يخليك يا عايشة عايشة عايشتكم الأشقاء الجزائريين الأشقاء الجزائريين عايشة مرحبا بكم 32 هي سنة أولى سنة ثانية إن شاء الله أوكي أوكي هذا وليد قياس 30 قياس 30 سنة أولى زي ما تقولش سنة أولى واش نزيد الكعبة هذه ما عندي يا ربي يخليك محلاه يعيشك نور قد إيه هذايا هذايا 38 38 ماكش وحدك أكيد ماكش وحدك احنا معاك والشعب معاك وناس الخير معاك وما تنجمش تقعد وحدك في المحن ماكش وحدك في الغصرة ماكش وحدك في العودة المدرسية كيف كيف ماكش وحدك احنا معاك احنا تحديدا هوني في غزالة في غزالة في بنزرت في غزالة في معتمدية غزالة كما قاعدين تشوفوا هاي ورايا الغزالة مش ندورو مش نشوفو مش نمشو نشوفو اناهي المدرسة اللي تستحق اليوم انه نمشيو لها باش نسال اولاد المنطقه من عاشوا دول يعرفوا المنطقه هنا يا جماعه هذا برج العدواني برج برج العدواني وسمت لها برج دير لا برج العدواني برج العدواني منطقه ريفيه تسخف فما مدرسة نحب نقولوا لها ماكش وحدك بني وطني محلاها نسمعوا فيها بني وطني كما قاعدين نسمعوا خويا شنو حق الكتب شنو حق الكتب تاع التاسعة الحق ما عنديش حق الكتب انت عندك جوز في التاسعة اي جوز في التاسعة عندهم كلاتب لا هذوما فيهم كراسات حطيت الكراسات زوز التاسعة
أو كيف كيف يرحم والديك باهي ما تفطينا دقيقة استناني أي تعمل مزيج برحمة والدي أي برحمة والدي أي لا عاوني الآخر على واحد برحمة والدي ما يكفيش نعاونك تعاونيني باش نخدم لأن خليك تب ما عنديش فلوس يرحم والدي دقيقة البرنامج هذا ما ناخذوش فيه فلوس من عند العباد ما عنديش فلوس شو معناها تعرف؟ بالمدرسة كل شيء كل شيء حتى ما يزول لك كاميون تاع الولاية ديجا كاميون الشيفور خرج ريتريت تو ما يقولش الشيفور باش ينزل الماء الماء اللغات ما عندهمش ماء لا ما عندهمش ماء عبوا لهم في واحد في حديت عاملين لهم حديت يسبوا لهم في خزانات خزانات احنا في مدرسة اسمها مدرسة العوينة مدرسة العوينة ما فماش لا باب لا حتى شيء انا يدخل لها اللي يجي اي واحد اليوم هنا لازم يدخل ما فماش لا سيج مع المسيجة لا باب مدخل منين يدخلوا تتعدى طول من غادي تلقى روحك في المدرسة معنا المدرسة يصير مستباحة شي مدرسة مسيبة في الهواء تقول مدرسة مهجورة فما حتى شيء مدرسة العوانة هيا معنا واحد كيف شيء أمن على تلمذته هنا سمحني بيبان السكر اللي بيبان تحل لك شو ما بيه حد شيء معني أي واحد لازم يدخل أي واحد أي واحد معني لازم واحد ما عندوش فيني بيت يجي بيت هنا في اللي عادي جدا ما فيهاش مياه جاي ذاك المياه اللي مو فيه مسطح إيه ما بسبب لذكم شنو هو الزينة وبرا هاك مكتوبة عودة مدرسية موافقة قضية متاع البيرة هاو فم يظهر من عشر فميش سيج ولا هنا ولا طايح ولا والله صدقني شيء أسف في البنية التحتية متاع المدارس تأسف كلام ذا يجيو قبل الناس الكل سبحان الله ولا إله إلا الله تخرجوا ثمانية هاكم شيتوا بكري باش تلحقوا على تحية العلم احنا شكون احنا اي شكون برنامج شنو حنا بعد علم حنا بعد ماكش وحدك عنده التوحد وعنده أربع سنين سنة أولى شنو ولا عنده التوحد وعنده أربع سنين يقرأ سنة أولى احنا ظروفنا تيابة ما مش ندوقه معناه ولدك عنده التوحد اي أربع سنين سنة أولى لا خرج له لا طبيب لا خرج له حتى شيء معناه قاعد هكاك الثوري سنين معناه نجحوا له الثانية معناه بخطر عمره سيء يقرأ هوني اي يقرأ سنة ثانية سنة عنده له سنة ثانية وإحنا ما عنيش باش ندوقه معناه باش يبقى هكاك ماذا بينا توصلي له الصوت هي يحاولوا باش يخرجوا له يعملوا له حل ومعني إذا لنا باش نهزوها معناها يزموا كهرباء يزموا فلوس وين باش تهزوها؟ معناها باش نهزوها نعدوا عليا في تونس في أي بلاصة معناها فماش وين مستوصف فما؟ المستوصف ما عندهم ما يعملوا له المستوصف شنو باش يعملوا؟ أيوه ما عندهم ما يعملوا له وحتى عاطينه ساعتين يقرا فيها معناها لهنا في الجامعة اللي هو وحده معناها المعلمة ما تفهمش في الحالة نتاعه هو معناها حتى يقرا فيها عبارة ما هوش يقرا فيها لازم مرافقة خاصة يعطيك الصحة برشا شعارات في المدارس المدرسة أخلاق وعلم وعمل النظافة من الإيمان النظافة مسؤولية الجميع أي وبعد البنية التحتية مسؤولية شكون السلام عليكم باش ما تحملوش مسؤولية استنى استنى لا سمعنا بلحظة لحظة غاشر سألني قال لي عندكم ترخيص من الإدارة انتم عندكم مدير انا مدير وين مزين فين هتوجي وقتي ثمانية متاكد فما مدير مش قلت لي ما فماش مدير مازالوا معينوش توا لا فما اسوار في المدرسه مصيبه معنى اي واحد لازم يدخلها مش انا وما فماش مدير مازال لم يعين المدير وقال لي عندك ترخيص مدام ترخيص مش نوريه لشكون هذا كارثة هذا من عاد هذا كان تقسيم وكانت معلمية بيت المعلمية هذا كانت دار المعلمية هذا وهذا كان وعليش حكا؟ هذا هو شي وضع القلب يس وضع كارثي للأخر ملعب متاع تلامذة ما عنده ملعب باش يلعبوا فيه يتفرهدوا فيه ما عندهمش منحية هذه كل منحية جملة هذا هذا كلاس هذا كان شوال دبو دبو متاع
ديت شي نتا توابل وهذه شبيبه. وعلاش لما قلت نحاو؟ نعم وعلاش نحاو؟ ونقص تلام. قداش من تلميذه هنا؟ نقولوا 65 كيف 65 تلميذ كان فيها 450 يا خاص. شوف شباب شو والله شيء مش عقل. شوف هذا شباب هذا شباب الدار في دار نعمل في الوقت معناها يجيو يكتبوا ويخلوا ذات الاولويه مدرسه عوانه ذات الاولويه هي قبل البلاصه وبعد ومن يعني واحد مرض فهمت كيفاش وعندي كرافت 15 سنين كان ما جاتش ذات الاولويه فهمت شو يصير يقول لي ماهيش ذات الاولويه بالعكس قال لي لو عكست لا اصب لا ملعب للكلام ذا باش يتفرهدوا لا حتى شيء حتى تحضيري هم شنو عملوا تحضيري هم شنو عملوا تحضيري ما هماش وجي وجي قيد حبر على ورق تسمي بها حبر على ورق ما هو شيء جديد فريق الاسود فما فريق النسور فما فريق النمور فما وهو ما فما حتى اسد صدقوني الاسد هنا ما يدورش لا اسد لا نسر لا حتى شيء فما كان الكلاب السيبه تجي لهنا فما كان الحيوانات المفترسه تجي لهنا فما كان السلاطين يجوا لهنا فما كان اصحاب الجلسات لا 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 يجوا لهنا الغمريه وهذا شنو هذاك هو نقول شنو نعمل هذاك المدخل نتاع الباب هاي كيف كوبا عندها قرو من عارف بس تعمل قولوا لي شنو يحول هالمدرسة؟ باهية أمورها واضحة؟ يحسنوها ولا ما يحسنوهاش؟ يحسنوها شنو اللي لازم يحسنوه هنا؟ قاعة 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 شنو آخر؟ وسقف وسقف وشنو آخر؟ وزليز وشباك والشباك والبيبان والصبورات سيد المدير وينو؟ ها؟ ماجيش سيد المدير وينو؟ ماجيش اي بشي جي؟ لا جاي البارحة؟ لا عندي اجتماع اليوم جاي البارحة؟ لا اليوم بشي جي؟ ماجيش الله أعلم وينو؟ الله أعلم وينو؟ الله أعلم وينو؟ الله أعلم وينو؟ الله أعلم يا والله حويل يا والله حويل وين وصلنا؟ مدرسة بلاش مودي مدرسة بلاش مودي هذه آخرتها معناها وينك يا تفقدية التعليم وين؟ يا وزارة التربية وينك يا هذيك سلاح راهي؟ متأخرة المدرسة على الآخر شوف هذي كور هذي ساحة شوف حشيش محروق صغار تلعب فيها تروح بمصخة بذبل بالغم شكاكة وشنو؟ مشي الوطن مشي الأمو لمجد الزمن لقد سرقت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن هي اش تحطني انا في الصورة تصورني انا بعد ما شفتك علاش خايفين خايفه كم عندكم يدوسوا لا بخا هو مدير عزلوه قولوا يا خاو مدير عزلوه قولوا مدير عزلوه هم نحو المدير علي مدير عزلوه ماشي عليهم مديره خاطر دافع على حقه حقه في الحياه الكريمه معناها المدير عزل المدير وقتاش عزل ماشي عليهم هاو جينا لقينا بلا مدير هل نخدموا كاك احنا تو على الاقل نامنوا عندنا باش نامنها انا تو وانا مش نعرف انا بقسم مش القريه انا وانا هدا. معناها جيتو شكون عطيني انا تو جدول اوقات شكون مفهمني واش نقرا ولا انا وقت نخدم انت استاذ هي استاذ نخدم هي شكون استقبل التلامذه الجدد شكون خذا عليهم شكون التلميذ اللي ما محتاج شكون الناقص شكون اللي ما اللي جاي جديد منقل جديد تفهم شيء شكون اللي تغيب انقطع على الدراسه شكون مش يعلم عليه اللي انقطع بطل انت قبل سالتني قلت لي كيفاش دخلت انا جيت لقيت الدنيا مصيبه حتى بابش مطلبق عليه ندقدق عليه ما هذيك المصيبه نقول هاني جيت هذيك المصيبه شفتي نقصي شفتي الصغار احنا اصلا مش ندور المدرسه التريه ليتي تريه سخ سخ كيف هذا اللي فيه نقولهم يكيلوا حالها هو كعاد نسالي فاش تقولوا مواطنة تعيط ومواطنة مش نسامحوا مش راحتوا بيض ونسامحوا يا مسملي جيت هو كعاد قلت له وين التبيذ وين السور وين البيب قال ابنيت عمي انا ما عندي حتى ده في عز الشتاء الصبوره يهبط معاها الماء هكا مثالي في الحيط
ومخزز الاقطير بالك ينزلوا على فصله بالعاني باش يفسخوا صابوره بعد يكتبوا عليه ليه ليه صابونه تتفسخوا حدا عرفت الماء يبدا بركان عليها سنة عودة مدرسية الوسطى إن شاء الله نراكم في مناصب عليا نهار آخر إن شاء الله تكبروا اللي ولي طبيب طبيب اللي ولي أستاذ أستاذ اللي ولي رئيس رئيس اللي ولي وزير وزير إن شاء الله كل واحد راه في بلاصة وكل واحد ربي شنو باش يعطيه وانتوما راه بقرايتكم توصلوا بالقراية نتاعكم توصلوا ما توصل كان القراية راهي صدقوني ما توصل كان القراية قولي ولدك اللي يقرا قلت لي في السنه الثانيه قبيله وعنده مرض التوحد هو نجحوه السنه معناها على خف على عمر على خاطر هو معناها ما 4 سنين سنه اولى ما عمل حتى شيء انا صوتك وصلته ايه مش كان فما اعانه نجم يعاونوا نجم يعاونوا اعطيني رقم تليفونك 53 985 694. بيه انا باش نعاونوا ادوات مش ادوات الكل كتب لي بنتي ما عندي حتى مشكله كل شيء كل شيء بهي تفضل عايش هذوما ادوات للطفل سنه الطفل هذول ادوات سنه ثانيه بهي عايش انا برشا عندنا ادوات مدرسيه هكا مفرقه وكل بقي عند مروان يظهر لي كتب ورد وزيت مش كتب كرارس عند مروان تابليت خلينا نشوفوا زاد شنو نجم نعطيو قلت خلينا نعطيكم كادوات ما حبيتش نخرج جايه فارغه هكا ولا بون يجي جي بكادو معا تيجي دي فيرا ليكو راح تكون سيخطر هدوما أقلي مزينة بهي لباسة قولي صديقي شنو طلبتو هدوما أدوات شنو مطلوب أدوات كتبتو كرارس كلاسة كل واحد هدوما أقلام زينة ما تجيش نعطي كادوات شوية كادوات بهي دي أقلام زينة يعطيها صحة للمكتبة النموذجية نتاع باردو يبارك لها المكتبة النموذجية نتاع باردو اللي عطاتنا فورنيتور سكولير واللي اليوم نجمنا نعطيوها كادوات للتلامذة يبارك لهم ميرسي 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 هدوما يصلحوا درافو براتيك اي مساج ينجموا اي عاونوا يشجعوا نجم نعطي هذوما مساج هاي بيه تفضل ربي ينجحكم في السيزيام ونجي ونزغرتوا وفرحانين هذوما أقلام زي قلم رصاص وقلم أزرق قلم رصاص تقام على المنطقة على عينيكم على عينيكم كل شيء ساعات الواحد حتى كيتكلم ما عنده ما يضيف الحق على عينيكم كل شيء شفتوا كل شيء لازم وقفة كبيرة لازم وقفة كبيرة للمدرسة هذيا أنا كنا في المدرسة أيوة مدرسة نحن على البني القديم هذاك ايش اسمه نتاع السكن هذاك الديار نتاع السكن هذاك هذاك دول ما عاشش فيهم حشاكل الحنوشه وك الحكايات هيك هذاك كله ما شيء يخوف في الربيع هذاك ايش صار فهمتي يتعدى من ذميك يفجع احنا الشيء ضرب ابو سفير تعدى غادي احنا وقت اللي جايين هوني وقت اللي دخلنا الغزالة دلونا على مدرسة اسمها مدرسة برج العدواني الحق جينا للمدرسة بطبيعة دارت الألويت وقالوا ممنوع تصوير فعندهم الحق معنا نحترم الحكاية دي رغم أنه احنا بعثنا رنا مراسلة
لوزارة التربية والتعليم التو نستنوا في ترخيص معنى احنا قمنا باللي علينا، فيا الوزارة قوم باللي عليك وخلي خاطر محليها ظاهر فيها المدرسة من برا مزيانة، ظاهر فيها على الأقل نصبروا الحاجات المزيانة ونقولوا برافو، ونصبروا الحاجات اللي لازمها تتصلح ونقولوا صلحوا، معناها مش قضية. فما إشكالية في البلاصة دي، فما إشكالية ضرب باش يحكلوا عليها مواطنين، دون قولوا لي شنية المشكلة هنا، فسولي المشكلة شنية هنا. مرته تكسرت فيه على شرب ماء، مرته تكسرت فيعين على شرب ماء، على شرب ماء وناي حاضر، والمراهي ذي تجيب في الماء على بوادي ما هيش قد روحها مرة واحدة مسكينة نزيد تحت تتصرف العين. يا لطيف يا لطيف والله من كذبها هذي، معناها واحد يوصل على خاطر شرب ماء على خاطر جغمة ما يتكسر. هاو مزاجي كالحديث عاشبيني في 2023 احنا منطقة كبيرة مش برج عدواني أكاها، والمناطق اللي دايرة بها الكل ممنوعين من حقنا في شرب ماء، هذا معناها أبسط ضروريات الحياة، أبسط ضروريات الحياة اللي الإنسان معناها باش واحد يعيش. محني دقيقة، فما حاجة تصويرة قلقتني، طفلة صغيرة، طفلة صغيرة تكركر في الماء، شوفوا طفلة صغيرة تكركر في الماء، شوفوا بنية صغيرة نورمالمون راهي توا تلعب ولا فاش تعمل تكركر في الماء. شو اسمك أنت؟ صدقني عطشة قسما بربي يعطيني ماء شرب، قسما بالله جيت انا ما اي هبطت تعبي في الماء وحدها، هبطت تعبي في الماء صدقيني ما عندها شي تعبي في الماء انت؟ أصبحت عطشانة؟ صبحت عطشانة بطفع لها بنتي شنية قلت لي؟ صبحت صبح ما معطيني شاربة ما عنيش، صدقيني صبحوا البادن ما عندي حد، بنتي تقرا مشات لليسي صبحوا البادن فارغي مستنسة هي يجيب لي هكا باد، صبحت بلاش ما معطيني شاربة، هزيت البادن مشربتني العين بالشرب. معلم؟ معلم أنت؟ مدير مدرسة معلم متقاعد هاك البيمة قدامك ومشور لي هذيك يوميا بطل انا خدمتي نتاعي انا بطل خدمتي ونجيبك نقول انا هذاك ضروري للحياه باش نشرب الشرب فهمت، مدرسه كنديه فهمت لا فيها تلامذه فيها 400 تلميذ قاعدين لطش مستوصف لطش جامع فرش جامع الناس توضوا كذا بلا ماء نمشيو للبلديه نقول احنا ما عليش دخل نمشيو للمعتمديه نقول البلديه دخلت الفلوس في حاجات اخرى وصرفتها مشروع باكت نتاع المناطق الهشه كان باش معناتها يخدم لهنا في برج عدوان، الاعتمادات الماليه تصبت من فرنسا، قاموا بدراسه المشروع، حفرنا تبرعنا بالارض كاهالي، حفرنا البئر العميقه برج عدواني، عملوا التحليل الماء صالح للشرب، يعني كل شيء ما شاء الله، التويك التنفيذ ما فماش، يعني كل شيء متلخص في اجتماع بين السوناد وولايه بنزرت، حتى حد مرضى معناتها عنده كليماتيزور وكرسي يبقاو يتحاوروا شنو باش يعملوا لنا، خاطر الدراسه في بالي بها تخدم. والله شي وجع القلب، صدقوني شي وجع القلب. المشكله خايفين مادام على الاعتمادات، تجينا اشاعات انه الاعتمادات بدات تتسرفر مشيت المناطق اخرى، شكون يضمن لنا احنا الاعتمادات هذيك بعد ما تبرعنا بالبير؟ ماكش وحدك اليوم في منطقه غزاله، في معتمديه غزاله جينا لهوني، الحق برشا حاجات توجع القلب. شفنا مدرسة، مدرسة ما فيهاش مدير، مدرسة ما فيهاش باب، مدرسة ما فيها حتى شيء، مدرسة أخرى ما فيهاش ماء، ما فيهاش مضخ للمياه، معناها أبسط حاجة معناها ما طلبناش الكونفور راهو، مانيش نفركشوا على الكونفور، مانيش نفركشوا على النعيم كما يتكلموا بعض الناس، نفركشوا على الأساسيات ضروريات الحياة هكاهو، ما طلبناش حاجة منين راهو، طلبنا ضروريات الحياة. طلبنا أن واحد يعيش عيش سليم فقط، طلبنا أن الناس هذوما ما يوصلش النهار من نهارات تبدل قرايتها على خاطر ما فهمش نقل، على خاطر يغطسوا في الطبعة، على خاطر ينجموا يغلقوا في الطبعة، على خاطر ما فهمش ثنية تهز المكتب، معناها هذه الظروف أبسط حاجة، معناها أبسط حاجة متاع مواطن عادي ينجم يتمتع بها ويستمتع بها، معناها هذا كل ما فهمش شربة ماء يا رسول الله، ما فهمش شربة ماء، ما فهمش صغير يحب يدخل سامحني البيت راحة يقولوا له سامحنا لا ما تدخلش فهمش ماء، طيب هذا حديث يا سيدي، حط صغيرك في بلاصتو، حط روحك انت في بلاصة الناس هذوما، حط صغيرك يعيش، جرب صغيرك جيبه يعيش نهار هوني، جرب نهار برك ما يسالش وشوف شنو باش يصير، الله غالب ساعات نوصل ساعات صدقني شيء ينطقك من جنيبك، ساعات فما وضعيات تخرجك على الاطار اللي انت فيه. هذايا كانت ماكش وحدك، صوتكم وصل، صوتكم وصل، ميرسي ميرسي ميرسي، نتقابلوا غدوه في منطقه جديده في بلاصه جديده،
ان شاء الله ندقوا الباب ونسمعوا جواب، ان شاء الله ندقوا الباب ونسمعوا جواب وما نقعدوش نستناو برشا 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 في الاجراءات الاداريه والحكايات ذات الاولويه والحكايات ماهيش ذات الاولويه. نبقيكم على خير وربي يستركم، تصبحوا على خير.